5 sur 5. صحيح يا كلمة لا ما تجيب بلا ما مش ديما معناتها الإنسان يولي له ديما لا لا في كل شيء، فطلب اللي هو قادر يقدمه وإلا ما هوش قادر يقدمه. اليوم نحب نحكي على فن قول كلمة لا، وقتاش نجم نقول كلمة لا وعلاش يزمني نقول كلمة لا، وشنو ما الطرق اللي تنجم تخليني نرفض طلب ساعات يجيني وما نجمش نرفضه. نعرفوا أنه الإنسان عنده طاقة، طاقة استيعاب للأشياء اللي من حوله الكل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ساعات فما ناس تجي فوق طاقتها، فوق إرادتها، فوق هي شنو نجم تعطي ساعات، حتى على حساب عائلتها، على حساب صحتها، على حساب الناس اللي من حولها الكل، وعلى حساب ذاتها هي بالأول. فهنا الناس هذه ما تجوش تقول كلمة لا، مسكينة ديما تسبق غيرها. علاش نقول مسكينة؟ خاطرها هي حتى روحها أخر حاجة في البادو ليست. هذا تسمى الإثار في اللغة العربية، هو الإثار به، لكن ساعات تقلب للعكس نتاعو. ساعات الناس اللي تطمع فيك أكثر، أكثر معناها طوق يعرفوا رحابة صدرك ويعرفوا الإثار والكرم، يقولك يلا هذيك ما يلوش بلد، يقولك حتى توا توا تو دو سويت عمل هذيك، الله يبارك، وانت تنسى الالتزامات اللي عندك الكل. هكاك تنجم تصير لك مشاكل في خدمتك، مع دارك، مع راجلك، مع عائلتك، مع مرتك، مع نجم تحلك كيما نقولوا برشا حاجات ماهيش باهيه في حياتك. منين جاي هالإثار الزائد عن اللزوم اللي وصلك ساعات للمشاكل؟ جاي من مشاعر مشاعر تأنيب الضمير. تقول أنا كما نقدمش الخدمة هذه للشخص المقابل مش نحس بتأنيب ضمير ما بيني وما بين روحي، مش نلوم روحي، لا أنا من داخل مش حسن ظنه، هو أنا أنت تخمم تكون لوتر. معناها الإشكالية دوحة مش أنت نظرتك في عين الآخر، نظرتك في روحك أنت، في عين روحك أنت تخاف من هذاك تأنيب الضمير. تقول لا أنا كيفاش نرمي راسي على المخدة، مش نخمم في فلان وفلتين اللي أنا ما نجمتش نعاونه. هنا مش يبدأ خطر، هو الصعيب في شنو؟ في إحساسك الداخلي راهو، مش في إحساسك الخارجي وفي ما يراه الناس ومن حولك، لا في أنت في ذاتك كيفاش تخمم وكيفاش تحس لروحك. نقوله أحنا نحب نحكي معهم الناس هذو ما نقولهم فيقوا، راهو سيلو طان باش تقول لا، راه وقت اللي انت ترفض طلب جاي فوق طاقتك، فوق شيء اللي انت تنجم تعطيه. راك هوني ما خسرتش، راك ربحت. علاش؟ خاطر عندك اولويات وعندك اهداف وعندك حياه لازم تكمل جوسكو بو. دونك اول حاجه لازمك تعرف انه كي تقول لا مش حاجه خايبه، راهو ماكش حاجه خايبه بالكل. وقت اللي لازمك ترفض لازمك تقول لا وتتعدى كهو. دونك هذه اول حاجه لازم يعرفوها الاشخاص هذوما. ثاني حاجه، الشخص اللي يعرف شنو اللي يحبه وشنو اللي ما يحبوش، ما له وما عليه، وين يحب يوصل وين يحب يكمل وين يزمو يقف، راهو اوتوماتيكمون عنده كل شيء منظم ويعرف وقتاش باش يقول لا. حاول تنظم روحك، حاول تعرف انت شنو تحب، حاول تعرف اولوياتك تقسمها وتنظمها بالباهي. هذه في النقطه الثالثه. دونك تعرف شنو اللي تحب، ما لك وما عليك، شنو اللي انت تحبه من داخل، واولوياتك في ثالث نقطه تكون مرتبه. فما يتجرأ حد هوني انه يتعدى على اولوياتك، يتعدى على اولوياتك في الحياه، على اولوياتك مع روحك انت كشخص. نتعداو الرابع نقطه. قوله لا لازم تكون بطريقه مقنعه، لازم تكون بطريقه سلسه، لازم ما تكونش متعجرفه زاده. مش تقول انا اليوم كهو، وانا اليوم قررت اني نتغير فسي كهو. مش نقول للناس الكل لا، مش هكيك صحيح. لازمك تعرف وقتاش تقول لا. احنا سي قلنا نعرف ما لنا وما علينا ونعرف اولويتنا. لهنا طريقه قولك لا، سامحني المره هذه ما نجمش نخدمك، المره هذه راك تتعدى طاقتي، تتعدى طاقه استيعابي، ممكن في مره مقبله نجم نعاونك. هوني انت تخفف الامر على روحك وتخفف الامر على الشخص المقابل اللي مش ترفض له الطلب نتاعو. فهوني قول لازم يكون بطريقه سلسه ليك انت في الاول وبعد الطرف المقابل. خامس حاجة، واللي هي ديما أنا نحط خامس نقطة، اللي هي تلم من نقاط الكل، واللي هي تعمل حوصلة لكل شيء، واللي هي القلب متاع النقاط الخمسة هذوما. ذاتك، لو كان ما قدرتش ذاتك، ما عرفتش روحك أنت شنو تحب في الدنيا هذه، ذاتك من داخل قبل الناس الكل، مش نرجسية راهي، مش حب ذات طاغي، لا حب ذات اللي وصلنا به ربي واللي وصلنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربي عطاك نعمة اللي هي ذاتك، اللي انت لازمك تستحفظ عليها، لازمك تخليها تقدرها وتعطيها حقها، فما تخليهاش تولي اكخازي قدام طلبات انت فوق طاقتك، للاسف معناتها فوق طاقه استيعابك. فحط روحك انت في التدوليست مش في البادوليست. هكا كتنجم تقول لا، هكا كتنجم تترتب انت في حياتك، وهكا كيتعدى حتى حد على طاقه استيعابك.